المقاومة تحطم صخرة الأمن الإسرائيلي وتفجر حافلة في تل أبيب وتوقع أكثر من 20 مصاباً. القاهرة تعلن وقفاً لإطلاق النار يبدأ من الساعة 9 هذا المساء. سمو الأمير يؤكد قبوله بحكم الدستورية فيما يتعلق بمرسوم تعديل النظام الانتخابي ولو جاء مخالفاً لتقديرات سموه. مصرع 10 عسكريين يمنيين في تحطم طائرة نقل بالقرب من مطار صنعاء. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية. هزت المقاومة الفلسطينية نظرية الأمن الإسرائيلي عندما وصلت إلى قلب تل أبيب وعلى مسافة قريبة جدا من مقر وزارة الحرب، ونفذت عملية فدائية ضد حافلة للمستوطنين أسفرت عن أكثر من 20 إصابة. ووقعت عملية تل أبيب في وقت كانت تحاول فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحسين شروط بنيامين نتنياهو في مفاوضات التهدئة التي قامت بتعطيلها الليلة الماضية لإجراء محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي، الذي استمع منها إلى قائمة من الشروط الإسرائيلية ليس أقلها ربط رفع الحصار بتعهد مصري يوقع عليه مرسي ينص على تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها. وشارك في مفاوضات القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي انتقل مساء اليوم إلى الكيان الصهيوني لاطلاع نتنياهو على تفاصيل اتفاق التهدئة. الرئاسة المصرية أعلنت أنها ستصدر بياناً تعلن فيها عن اتفاق التهدئة، وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت اليوم أن عملية تل أبيب نسفت مفاوضات التهدئة. في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة تصعيدا صهيونيا تزامن مع تأجيل التهدئة المنشودة ومع تجدد الغارة الدموية على القطاع وارتفاع عدد الشهداء إلى 150 شهيدا، هز انفجار عنيف حافلة صهيونية بشارع الملك داود في تل أبيب في مكان ليس بعيدا عن مجمع وزارة الدفاع ومقر هيئة أركان جيش الاحتلال. وقالت شرطة الاحتلال أن الهجوم ناجم عن عمل إرهابي، وأدى الانفجار إلى إصابة 21 صهيونيا وصفت جراح 5 منهم بالخطيرة. وتلا انفجار الحافلة انفجار آخر داخل المدينة لم تتضح معالمه حتى الآن، في الوقت الذي نقلت فيه فضائية فلسطين اليوم عن وسائل إعلامية صهيونية سقوط قتيلين على الأقل. ويأتي الانفجار خلال اجتماع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع أركان حكومة الاحتلال ممثلة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري حربه وخارجيته. وتتضارب الأنباء حول منفذ هذه العملية، حيث تتحدث إحدى الفرضيات أن شخصين ألقيا عبوة ناسفة داخل الحافلة، فيما أفادت الإذاعة الصهيونية بوجود أنباء غير مؤكد عن انفجار ثان بالقرب من المركز التجاري في تل أبيب. وقالت شرطة الاحتلال أن شخصا تنكر بزي امرأة قد وضع العبوة بالحافلة وغادرها، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن استشهادية قامت بتنفيذ العملية. واعتقلت الشرطة في وقت لاحق شخصا على ذمة التحقيق. في غضون ذلك باركت فصائل المقاومة الفلسطينية هذه العملية مؤكدة أنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال في غزة، فيما خرجت الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع في مسيرات رحبت بالعملية الفدائية، وتبنت كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح مسؤوليتها عن الهجوم. بدورها أصدرت مجموعة الشهيد جهاد جبريل القيادة العامة بيانا تتبنى فيه عملية تل أبيب، بينما باركت حركة حماس هذه العملية مؤكدة أنها رد طبيعي على مجزرة عائلة الدلو واستهداف المدنيين الفلسطينيين. حركة حماس تبارك العملية الاستشهادية في تل الربيع وتؤكد أن هذه العملية البطولية هي رد فعل طبيعي على مجزرة عائلة الدلو وعلى استهداف المدنيين من النساء والأطفال
في غزة، ونحن نرفض أي استنكار غربي بشأن هذه العملية البطولية، لأن الذي صمت على مزرعة عائلة الدلو وبقية المدنيين الفلسطينيين ليس من حقه أن ينطق اليوم حينما ترد المقاومة على الثأر لهؤلاء المدنيين الفلسطينيين. حركة حماس لم تعلن في أي يوم من الأيام أنها ستوقف العمليات الاستشهادية. نحن مع استمرار العمليات الاستشهادية في ظل استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين من أبناء شعبنا الفلسطيني. حتى اللحظة لم يبرم اتفاق التهدئة، وإلى أن يتم إبرام اتفاق التهدئة نحن ماضون في الرد على الجرائم الإسرائيلية، خاصة أن الاحتلال يركز على استهداف النساء والأطفال، ونحن نؤكد أننا سنرد بالمثل طالما أن الاحتلال مستمر في استهداف أهلنا في غزة. ويرى مراقبون أن المقاومة استطاعت نقل المعركة من قطاع غزة إلى قلب الكيان الصهيوني لتعيد إلى الأذهان العمليات الاستشهادية التي كانت سلاح المقاومة قبل امتلاكها للصواريخ. ويرى محللون أن أوراقا كثيرة لم تستخدمها المقاومة الفلسطينية بعد في الوقت الذي بدأ بنك الأهداف الصهيونية في النفاذ. استمرارا لآلة القتل الصهيونية، شنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة على أماكن مختلفة من قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات العديد من المناطق المكتظة بالسكان، من بينها مجمع أبو خضر الحكومي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن وسط القطاع وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. القطاع المكتظ بسكانه والمعروف بصغر مساحته الجغرافية، فيه تستمر آلة الحرب الإسرائيلية استهداف البيوت والمواقع الأمنية وأهداف من تدعي أنها بؤر إرهابية، والنتيجة هنا ارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، كل ذلك أمام أنظار المجتمع الدولي. ومهما كانت تحركاته اتجاه ما يحصل، فنزيف الدم هنا يسيل بلا رحمة أو وازع من ضمير. الواحد يعني عاجز عن الكلام، ما فيش كلمة نحكيها سوى حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إيش نسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله يعني إنه إجت في الدور وفي المال ولا في الأولاد، الحمد لله. يعني لقينا بنزل علينا صواريخ في منطقة مدنية آمنة، لا فيها إطلاق صواريخ ولا فيها يعني عساكر ولا فيها أي شيء، فيها مدنيين، فيها أطفال، فيها شيوخ، فيها كبار من السن. الهلع والخوف سيطر على الأطفال والنساء من شدة عمليات القصف التي كانت تزلزل الأرض تحت قاطنيها، خصوصا وأنها جاءت متتالية مستهدفة نفس المواقع ومتزامنة مع قصف أماكن جديدة في الوقت نفسه. ساعة الانفجار فوضى عارمة، يعني ما حد بيعرف إيش يحكي، ما حد فيش حاجة تحكيها أو لغة تحكي فيها وتوصف لك اللي أنت بتكون فيه. هذا شيء يعني جبهة حرب، عارفش حرب يعني في ساحة المعركة ما بتسمعش قنابل بهذا الطريق ودمار بهذا الشكل. هم بس بدهم يرعبونا، بدهم يخوفونا، بدهم يقتلونا بحجة إنه إحنا نضرب صواريخ. إحنا شعب أعزل، إحنا شعب ما إلنا حيلة، إلا إلنا الله، إلا احنا عدينا ارهابيين. احنا يجوا يشوفونا ويشوفوا حالنا ويشوفوا وضعنا ويشوفوا مأساتنا اللي عايشين فيها كيف. الحمد لله رب العالمين على كل الاحوال، احنا عايشين وساكتين احنا، بس انهم يعملوا فينا هيك ايش ذنبنا احنا؟ وايش ذنب ابو خضره مدنيه؟ وايش ذنبنا احنا يعملوا فينا وفي اولادنا؟ يدبوا في قلبهم الرعب والخوف. الشهداء والمصابون وصلوا تباعا الى مستشفيات القطاع في الوقت الذي لم تغير فيه زيارة الوفود العربية الواقع على الارض، ما ثار حفيظة اهالي القطاع الذين تساءلوا عن دور هذه الوفود في لجم العدوان. الوفود العربية جيالنا ما شاء الله من اول يوم، وزير الخارجية التونسي، رئيس الوزراء المصري، يعني الحمد لله والله اجوا. انا فرحت اول يوم قلت اجوا الوفود العربية، هذه نصرة يا جماعة، نصرة. ليش جايين؟ جايين نتصور على انقاض منازلنا؟ على جثث شهدائنا واطفالنا؟ ليش جايين هذول؟ ليش جايين؟ ان لم يكن موقف عربي مشرف للمقاومه بمسانده المقاومه، لن اجد زعيم عربي بقول لك بدنا ندعم المقاومه بسلاح. كله بس بدنا ندعمكم بادويه وبسيارات اسعاف، ناقصنا سيارات اسعاف. الشعب الفلسطيني يتطلع من اشقائه العرب الى مواقف اكثر جديه واكثر حسما، ترتقي إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني. مطلوب موقف سياسي عربي، ليس فقط باللهجة، لكن مطلوب موقف سياسي عربي فاعل. غزة ما زالت تنزف مقابل عجز دولي وعربي حتى عن استصدار قرار أممي يدين إسرائيل.
غزة ولليوم الثامن على التوالي تستيقظ على صور الدماء والدمار، فهل سيستمر هذا المشهد في هذه الليلة أم أن جهود التهدئة ستصل إلى محطتها؟ محطة إن طالت أكثر من ذلك فهناك المزيد من الدماء. غادة خالد لقناة الكوت غزة. في الوقت الذي تواصل فيه سقوط الشهداء في قطاع غزة، أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتفاقا للتهدئة في غزة يبدأ الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي، ويتضمن الاتفاق إنهاء الاغتيالات والتوغلات، ويضمن أيضا تسهيل تنقلات الفلسطينيين. واعتبرت يديعوت أحرنوت أن التفاهمات تتضمن تسهيلات في المعابر البرية من الجهة الإسرائيلية والمصرية إلى غزة، وأضافت أن حماس ليست طرفا في التفاهمات التي أبرمت بين إسرائيل وأمريكا ومصر. وقال التلفزيون المصري أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بعد قليل في قصر الرئاسة، حيث تعقد كلينتون محادثات بشأن التهدئة في غزة. في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال ستعلن وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار في محاولة من الاحتلال للخروج من مأزقه السياسي والعسكري. يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمن اليوم عن عقد اجتماع حول غزة. في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه ينبغي تسوية كثير من التفاصيل قبل التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الاحتلال والمقاومة في غزة، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس المصري محمد مرسي. منظمة الأمم المتحدة ستقدم المساعدات الإنسانية اللازمة لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفي ذات الوقت ما هو مهم في اللحظة الراهنة هو أن تكون هناك مفاوضات وحوار سياسي، ولقد شجعت الرئيس عباس على مواصلة وتسريع عملية السلام. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا حكومة الاحتلال إلى وقف حملتها العسكرية على قطاع غزة في المؤتمر الصحفي المشترك مع بان كي مون في رام الله، وحمل عباس إسرائيل مسؤولية التصعيد في القطاع. لا شك أن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية، هي التي بدأت بعملية الاغتيالات واغتالت أحد قادة حماس، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الأوضاع. واجتمع عباس في وقت سابق في مقره برام الله بالضفة الغربية مع وزيرة الخارجية الأمريكية لبحث جهود التهدئة المبذولة لوقف القتال في غزة، إضافة إلى توجهه المرتقب إلى الأمم المتحدة. وكانت قوات الأمن الفلسطينية منعت عشرات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية احتجاجا على لقاء عباس كلينتون، ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهرة تحت عنوان كلنا غزة، احتجاجا على الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال في عدوانها على غزة. والتقت كلينتون مساء أمس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة في إطار الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو أنها ستعمل مع إسرائيل ومصر للتوصل إلى تهدئة في غزة في الأيام القادمة. في المقابل أكدت كلينتون التزام واشنطن بأمن دولة الاحتلال. في الأيام المقبلة الولايات المتحدة سوف تعمل مع شركائها هنا في إسرائيل والمنطقة تجاه النتيجة التي تعزز الأمن لشعب إسرائيل وتحسن الظروف لشعب غزة والتحرك نحو سلام شامل لجميع الناس في المنطقة. وفيما تواصل قوات نتنياهو عدوانها على القطاع، أعلن هذا الأخير أنه يفضل حلا دبلوماسيا في غزة، لكنه سيستخدم القوة لوقف صواريخ المقاومة. إذا كان هناك إمكانية للتوصل إلى حل طويل الأجل لهذه المشكلة بوسائل دبلوماسية فنحن نفضل ذلك، ولكن إذا لم يكن كذلك أنا متأكد من أنكم تدركون أن إسرائيل سوف تضطر إلى اتخاذ ما هو ضروري للدفاع عن شعبها. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم نتنياهو مارك ريغيف أن الدبلوماسية لا تزال نشطة وأن الأمل لم يفقد بعد في التوصل إلى حل طويل الأمد. طالب الإمام الخامنئي بموقف موحد وقوي للبلدان العربية والإسلامية تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيرا إلى أن صمت قوى الاستكبار أمام هذه الاعتداءات ليس مقبولا.
ندد الإمام الخمنائي في خطابه بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه على أهالي قطاع غزة، وأكد أنها مؤشر على وحشية غادة هذا الكيان، وانتقد سماحته الصلافة الفظيعة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا في تأييدها لقتل أهالي غزة، وقال إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تبدي أدنى عتاب للكيان الصهيوني، وقد أثبتت هذه الدول بدعمها للمجرمين مدى ابتعاد أعداء الأمة الإسلامية عن الأخلاق والإنسانية. وأكد الإمام الخمنائي أن على الدول الإسلامية وخاصة الدول العربية أن توحد جهودها وأن تسعى لمساعدة أهالي غزة المضطهدين ورفع الحصار عنهم، وأضاف أن الذين بدأوا العدوان بخبث ووحشية تلقوا ضربات أكثر، بحيث أخذوا يستعجلون الهدنة أكثر من أهالي غزة الغلائل. وأكد سماحته أن الممارسات الوحشية للصهاينة في العدوان على أهالي غزة الأبرياء العزل ينبغي أن تهز ضمير العالم الإسلامي وأن تزيد حركة الشعوب الإسلامية زخمة. أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ينبغي أن يأتي في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة من قتل وتدمير وحصار يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يعني ما يحدث في غزة في نظري وبعد هذه الزيارة لا شك يعني أنه وصمة عار على جبين الإنسانية، وأنا أكررها وصمة عار على جبين الإنسانية، وبدون شك الحصار وما يحدث المدنيين يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لا يكفي الحلول الجزئية والاتفاقيات المرحلية والهدنة اليوم وهدنة باكر ونناقش على هدنة، طبعا مطلوب عشان حماية الأرواح، لكن لابد من النظر إلى الموضوع برمته ومواجهته مواجهة صريحة، وهذا يقتضي تركيز الجهود على كيف يكون العمل على إنهاء الاحتلال. الموضوع فلسطين بصفة عامة ليس في إمكان الدول العربية الوحيدة أن تحل وحدها أن تحله، لابد من تضافر جهود المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي هنا يصب أين؟ في مجلس الأمن. وتشاهدون بعد قليل، حجز 8 طعون للحكم في جلسة 26 من الشهر الجاري. أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قبوله بحكم المحكمة الدستورية وقرار مجلس الأمة فيما يتعلق بمرسوم تعديل النظام الانتخابي. سموه وخلال استقباله عدد من الأكاديميين اليوم في قصر بيان أبدى استغرابه من سياسة الفوضى والنزول إلى الشارع والتحريض على مقاطعة الانتخابات، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة. ضمن لقاءاته مع وجهاء ورجالات الكويت وعدد من المواطنين، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجموعة من الأكاديميين في قصر بيان، وأكد سموه حرصه على اللقاء بالأكاديميين معتبرا أنهم عقول الأمة وقادة الرأي العام. سمو الأمير أعرب عن ألمه لما تشهده البلاد من حالة احتقان وتوتر، مؤكدا أن مرسوم تعديل النظام الانتخابي جاء انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وتفعيلا لصلاحياته الواضحة التي حددها الدستور. وجدد سموه التأكيد على قبوله بحكم المحكمة الدستورية وقرار مجلس الأمة فيما يتعلق بمرسوم تعديل النظام الانتخابي، مستغربا من النزول إلى الشارع وسياسة الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين. وتساءل سموه عن أسباب التحريض على مقاطعة الانتخابات، داعيا المواطنين إلى المشاركة في العملية الانتخابية واختيار الكفاءة لتمثيلهم في البرلمان. كما أشارت الكلمة السامية إلى التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة الفساد والإصلاح الشامل لجميع أجهزة الدولة. حجزت المحكمة الإدارية اليوم قضية 8 أشخاص تم شطبهم من الترشح للحكم بجلسة 26 الجاري، وذلك للحكم بقبول طعنهم وإلغاء قرار شطبهم من عدمه. وستنظر الدائرة الإدارية 10 غدا في 11 دعوى أخرى بينها 1 مكررة، بينما ستنظر الدائرة الإدارية 7 يوم الأحد المقبل
في 13 دعوة. ابتدأت المحكمة الإدارية بنظر الطعون المقدمة ضد غرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والذي غضى بشطب 37 مرشحا من انتخابات مجلس الأمة القادمة والمقرر إقامتها مطلع ديسمبر المقبل. كما حجزت المحكمة اليوم طعون 8 مرشحين للحكم بقبول طعنهم وإلغاء غرار الشطب أو تأييد غرار اللجنة وشطب تسجيل المرشحين في جلسة 26 من الشهر الجاري. وفي السياق ذاته ستنظر المحكمة الإدارية غدا في 11 دعوة، تليها 13 دعوة أخرى ستنظر يوم الأحد المقبل. ووصل عدد المرشحين الذين تقدموا بطعونهم إلى المحكمة 31 مرشحا، ويتوقع أن يزيد عددهم ليصل إلى 37 المشطوبين. ومن جانب آخر طفت مشكلة أخرى نتيجة قرار اللجنة أثارت لغطا تمثلت بافتتاح عدد من المرشحين المشطوبين لمقارهم الانتخابية وإقامة ندواتهم على الرغم من إعلان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والذي لم يجوز إقامة الندوات لمن تم استبعادهم، إلا أن عدد من الخبراء الدستوريين أكدوا أن غرار الشطب نافذ من لحظة صدوره رغم إمكانية إلقائه، إلا أنه لا يمنع المرشح من ممارسة حقه في التعبير، مؤكدين عدم وجود نص صريح يتيح أو يمنع أي من الحالتين. وكان غرار اللجنة أثار اعتراضات لدى المشطوبين معتبرين أن علة الغرار كانت لما يسمى سوء السمعة، وهي من الأمور المستحدثة والمطاطة. أكد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية على وجود اشتراطات على المرشحين خاصة بالمقرات والإعلانات الانتخابية حددتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة، مناشدا الجميع الالتزام بها. طبعا الاشتراطات هو مثل ما أنت عارفه هو لكل مرشح له مقرين، مقر للرجال ومقر للنساء. المقر هذا يسمح له بأن يضع إعلانات على دار مدار المقر، وإعلانات كبيرة ضوئية اثنين، والباقي يحطها على دار مدار المقر أي إعلانات يبيها. هذه واحدة. الشغلة الثانية، إذا كان المقر على أملاك الدولة فمجرد أنه يجي يدفع التأمين 500 دينار ويرخص له في المقر، بحيث أنه يكون المقر ما يكون يكون عنده مواقف وما يكون عائق يعني للحركة المرورية. مثل ما قلت لك أنا بالأول لازم هذا الداخلية، الابتعاد عن المدارس اللي فيها الانتخابات، مراكز الانتخابات يبتعد عنها أقل شيء 500 متر. إذا ما يكون يمها على أساس أنه ما يصير العملية فيها ازدحام وتضييق حتى للناخبين. إذا كانت الأرض أملاك أشخاص فيجب أن يأخذ الإذن من الشخص أو من ينوب عنه. إذا ما قدر يحصل الشخص أو من ينوب عنه فيوقع على تعهد. تحطمت طائرة نقل عسكرية يمنية من طراز أنتينوف بالقرب من مطار صنعاء اليوم، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 10 أفراد. وذكر مسؤول بالمطار أن الطائرة سقطت بمنطقة الحصبة قرب العاصمة اليمنية بعد أن واجهت خللا فنيا، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن النيران اندلعت في أحد محركات الطائرة وهي في الأجواء قبل أن تسقط. وذكر بيان صادر عن لجنة التحقيق العسكرية اليمنية أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة. أعرب مسؤولون أمريكيون عن القلق من أن فشل البحرين في تنفيذ إصلاحات رئيسية أوصى بها تقرير باسيوني يجعل الحوار السياسي أكثر صعوبة ويوسع الصدوع في المجتمع. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها عن إلقاء القبض على خلية إرهابية قامت بوضع قنابل وهمية في عدد من المناطق المزدحمة.
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح الذي التزمت به بعد تقرير باسيون الذي أشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في البلاد. وانتقدت المنظمة في تقرير لها الحكومة البحرينية بشدة، كما دعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنديد بها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وفي السياق نفسه أعرب مسؤولون أمريكيون عن القلق من أن فشل البحرين في تنفيذ إصلاحات رئيسية أوصى بها تقرير باسيوني يجعل الحوار السياسي أكثر صعوبة ويوسع الصدوع في المجتمع، مشيرين إلى أن واشنطن تشعر بقلق شديد من أن المجتمع البحريني يتحرك نحو التفكك وليس نحو التكاتف بطريقة تضمن كل من حقوق الإنسان والاستقرار. وفي المقابل رفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها عن إلقاء القبض عن خلية إرهابية قامت بوضع قنابل وهمية في عدد من المناطق المزدحمة وكذلك في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمملكة، وهو الأمر الذي تسبب في إرهاب وترويع المواطنين والمقيمين. وأضافت أنه تم إحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. من جهة أخرى، أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد أن المحكمة قضت بسجن 23 طبيبا مدة 3 أشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت 5 آخرين من التهم ذاتها. ومثل هؤلاء أمام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة 3 أشهر في البحرين أثناء حركة الاحتجاج. ختام النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. المقاومة تحطم صخرة الأمن الإسرائيلي وتفجر حافلة في تل أبيب وتوقع أكثر من 20 مصابا. القاهرة تعلن وقفا لإطلاق النار يبدأ من الساعة 9 هذا المساء. سمو الأمير يؤكد قبوله بحكم الدستورية فيما يتعلق بمرسوم تعديل النظام الانتخابي ولو جاء مخالفا لتقديرات سموه. مصرع 10 عسكريين يمنيين في تحطم طائرة نقل بالقرب من مطار صنعاء. ودمتم برعاية الله وحفظه.